هذه بي اتش بي ماي ادفان. نريد ان نشأ الداتابيس، فبدايه سنسميها، ماذا نسميها؟ نسميها نيكست جي اس داتابيس او نيكست جي اس داشبورد داتابيس. وبالنسبه لهذا الموضوع انا تحدثت عنه، يعني هذه نسيت ما اسمها، كوليشن تايب اعتقد، هذا يجب ان تختار يو تي اف 8 حتى تدعم اللغه العربيه. طبعا ملاحظه هامشيه ان بعض الاشخاص مثلا يستخدم مواقع، يستخدم سكريبتس مكتوبه ب يعني مكتوبه ب من اشخاص اجانب او اشخاص ليسوا عرب او لا يتكلمون العربيه، فماذا يفعلون؟ يقومون باختيار مثلا سلسله محارف نسيت اسمها، الرائجة فعليا التي أجدها دائما في كل مكان، في أغلب التطبيق، في أغلب القواعد البيانات التي لم تكتب، يعني ليست عربية، نسيت ما هي حقيقة. فالشيء الذي يحدث أن عندما تدخل أنت الكلمات العربية بالقاعدة البيانات تظهر على شكل رموز، والسبب أنك لم تدخل المحارف بشكل صحيح. هذه يجب أن تكتب UTF-8، يمكن General CI أو Unicode، هذا Unicode CI أعتقد، هذا نسيت حقيقة، هذا General أو Unicode. لاحظوا كل القواعد بيانات لدي هنا General، يمكن أن تختار General أو Unicode، لا مشكلة. then create، الآن نريد أن ننشئ Table. طبعا التابل الذي نريد إنشاءه فعليا، نعم، ودعوني أسميه جدول Articles. سأكتب هنا articles و number of columns 4، ليس 4 فعليا، 1 2 3 6 7. نعم الآن يمكن أن ندخلها، لاحظوا بهذه الطريقة، أو يمكن أن نستخدم لاحظوا لم يتم إنشاؤه هنا، يمكن أن نستخدم هذه الطريقة أو يمكن أن نستخدم الكويري. أنا أفضل الكويري، ودعونا نخطئ بكتابة الكويري. اهلا وسهلا بكم في التجارب. فاذا create table، هذه هي الطريقه table. بالنسبه لاوامر SQL دائما كتبتها small letter capital letter، لا مشكله، لكن يفضل ان تكتب الاوامر بالcapital letter واشياء اخرى بsmall letter. بالتالي هنا create table هي جزء من الامر، وبالتالي انا ساكتبها small letter. create table نسميها articles، ما رايكم نسميه articles او نعطيه بادئه؟ بادئة، ما رأيكم؟ مثلا نعطي بادئة next، مثلا nx يعني next، وهنا نضع ماذا نسميه، هذا underscore، وثم اسمه articles، هكذا اسم الجدول. طبعا هذا الجدول سنضع فيه column، جيد. فإذا الأول هو int id الذي سيكون integer، سيكون auto increment، بحيث أن طلع انظروا كيف قاموا باقتراح لنا. فإذا primary key، ممتاز. ثم comma، الآن title سيكون هو عبارة عن var char يعني variable character length، يعني يمكن أن تكون مثلا هذه يعني يمكن أن يكون هذا التايتل فيه 255 كاركتر، يعني محرف يضم الحرف، يضم النمبر رقم، ويضم المحارف الخاصة مثل هاش داش هذه الأشياء. فنحن سنكتب، ما رأيكم، تايتل يجب أن يكون 200 كاركتر، يفضل أكثر من 160 أو حتى 80، لا يجب أن يكون أكثر من ذلك. description يجب أن يكون أيضا varchar، والطول له 255 أو 160، ليس description يجب أن يكون شيء بسيط قصير. أما بالنسبة للcontent فسيكون long text، أكيد الcontent long text، لأن سنكتب، نحن لن نكتب، لكن يعني فكرة أن المقالة يجب أن يكون نصها طويل. الother id سيكون integer أكيد. الkeywords، لاحظوا الكيوردز يمكن أن نوصلها بجدول منفصل، لكن يعني هذا سيزيد من تعقيد بنائنا، وبالتالي يعني أنا كنت أفكر بهذه الطريقة دائما، أن أنشئ جداول وأصل معها علاقات many to many، one to many، many to one وهكذا، لكن وجدت أن فعليا يمكن أن لا داعي لذلك، لا داعي، أحيانا يكون الشيء بسيط جدا،
فيمكن أن تضعه بجدول واحد. فإذا هو بناء على الاستخدام، هذه هي وجهة نظري. طبعا يمكن أن نضيف هنا هكذا إذا أردنا إضافة أمر آخر، لكن نحن لا نريد إضافة أمر آخر. يمكن أن تضيفها، يعني أن تعتاد على إضافة هذه السيمي كولون، قم بالاعتياد على إضافتها. الآن سأضف هذا وGo Go. جيد، فإذن تم فعليا إنشاء الجدول. هذا هو الأمر، إذن لنرى الجدول. هذه هي قاعة البيانات، هذا هو الجدول، وهذا هو الجدول. جيد، يمكن أن نرى الستركشر. لاحظوا ID، Title، Description، Author ID، Keywords و Category. ممتاز. فالآن للجدول الثاني، الآن نريد أن نختار SQL، نكتب Query آخر. دعوني أرى الشاشة. نعم، جيد. وهنا سنكتب Create Table Users Next Users، ونفتح الأقواس بهذا الشكل ونغلقها بنفس اللحظة وبنفس الدقيقة ونبدأ. إذن ID يجب أن يكون Integer Auto Increment، ويجب أن يكون Primary أكيد. إيميل يجب أن يكون VAR وعفوا إيميل لا أعرف حقيقة اللينث الموصى به، لكن يجب أن يكون يونيك الإيميل، ويجب أن يكون نوت نال أكيد. اليوزر يعني يجب أن يكون له إيميل، كيف سيكون موجود؟ يعني first name varkar نفس القصة، و last name نفس القصة، وبالتالي سأقوم بالنسخ. ما رأيكم؟ نسخ. فإذن هنا لدينا last name ولدينا الباسورد، طبعا لا داعي أن أكتبها capital letter. varkar وأيضا يجب أن يكون له password، فسأقول أنها not null. فإذن هذا الكونديشن الذي أضيف أريد إضافته بالنسبة للباسورد password بالنسبة للإيميل. أما first والname يمكن أن يكون null، first name last name. أيضا لاحظوا هنالك خطأ، لأن لا يجب أن أضيف comma هنا. ممتاز، فإذن go، فإذن create table. رائع جدا، فأصبح لدينا هذا table، لدينا next next articles، next users. بالنسبة للستركشر لليوزر، ها هو، لاحظوا هذا هو الإيميل، لاحظوا هنا لدينا هذا المفتاح، هنا لدينا هذا يونيك فعليا، لاحظوا هنا لدينا null no، يعني هذا لا يمكن أن يكون null وفقط أعتقد. والديفولت لا يوجد ديفولت للإيميل، إذا كانت هنالك قيمة أريدها أن تكون ديفولت يمكن أن أضيفها هنا، يعني قيمة تلقائية أو افتراضية فقط. فإذن الآن أصبح لدينا هذه الداتابيس، فإذا نحن أنشأنا هذا الموضوع. الآن هذه، هل نريد إنشاء بها قيود معينة؟ ما رأيكم؟ هل ننشئ بها قيود معينة لهذه الداتابيس؟ لنرى مثلا insert، فهنا لدينا title، فهكذا دعوني أرى إذا كانت الصورة واضحة. مثلا title لدينا هنا هذه مقالة من قاعة البيانات رقم واحد، هذا وصف مقالة واحد، هنا محتوى المقالة، والID يمكن أن ضعه واحد، والآن سأضيف users. الكيورد مثلا تكنولوجيا وتصنيف تكنولوجيا وماذا WordPress مثلا. الكاتيجوري هذه الكلمات مفتاحية عفوا، الكاتيجوري مثلا عام، هنا يمكن أن نضيف مقالة أخرى. إذن هذه مقالة اثنين من قاعدة البيانات، هذا عفوا هذا وصف المقالة، محتوى هنا سأضع اثنين، keywords مثلا next أو ماذا نقول react node أو مثلا ماذا server مثلا، وهنا مثلا web السيرفرات، تصنيف السيرفرات بو. فإذا لاحظوا تم فعليا إنتاج الموضوع. فإذا لنرى الارتكلز، إذا ها هي، لكن تبقى لنا أن نقوم بالذهاب لجدول اليوزرز، عفوا جدول اليوزرز، هنا نريد إضافة يوزر، فسأقوم بإنسيرت. إذا الID أوتوماتيكي سيكون واحد، الإيميل مثلا سنكتب نورس at mail .com first name نورس، هنا لدينا علي، الباسورد ستكون 111. لنرى هنا ماذا يوجد خيارات، طبعا هذه الخيارات مبدئيا على تب يعني تتبع لباركار،
هنا لاحظ يوجد خيار password, old password, password. الإيميل الثاني ali@main.com و first name علي, second name, و password أنا نختار هنا, لن أختار password, 2222 و go. إذا تم الخيار. إذا الآن لأرى اليوزر, لاحظوا تم تشفيرها, هذا تم تشفيرها فعليا, لكن سأقوم بإيديت مرة ثانية. بالنسبة لباركا لن أضع شيء هنا وسأعيد واحد واحد go. فإذا لأن عندما نقوم بالمقارنة بكلمة مرور matching الكيورد الماتشنج الباسورد, فنحن نريد أن نقوم بماتشنج للرقم الحقيقي, ثم يمكن أن نفكر بموضوع الماتش للإنكريبتد باسورد. طيب إذا قمت مثلا بكتابة هنا make directory next.js dashboard, طبعا هذا بعد الانتهاء منه سأضيفه للجيت هاب حتى تروح, ف next.js dashboard ستجدونه مع نفس تطبيق next.js dashboard php. ممتاز. فإذا كتبت هنا them index.php الآن يمكن أن أقوم بكتابة بدأنا بالمشاكل. فمثلا echo hi مثلا أو echo hi. إذا الآن كيف سنقوم بفتح هذا local host 8000, أعتقد 8000 الاسم الذي وضعته, الاسم الذي وضعته هنا علي أن أنسخه فعليا طويل جدا, الاسم الذي كتبته عفوا. هذا أريد تغيير تسميته لشيء قصير, فمثلا فقط Next.js أسهل. فإذا لنعود Next.js port 8000, نعم هاي إذا يعمل جيد. فكتبنا أول كود PHP لهذا اليوم لهذه الليلة هاي ممتاز. عادة لاحظوا بسكريبت PHP تعودوا أن تقوموا بالشيء أن مثلا الاندكس تضعون اندكس بكل مجلد جيد, وماذا تكتبون هنا مثلا, تكتبون هنا مثلا اي شيء مثلا ووردبريس بسكريبت ووردبريس دائما يكتبون nothing here او nothing to do here او get away يعني ابتعد او شيء كهذا, لان لا يوجد شيء هنا. يمكن ان تكتب مثلا echo hi ايضا, لكن الافضل ان تكتب تعليق بسيط nothing here مثلا nothing here جيد. هنا أيضا سنقوم بإنشاء config ملف config then database config dot php. هنا طبعا هذا ملف php أيضا وملف php نعم. وسنقوم بداية سنقوم بإنشاء database configuration جيد. فأول شيء نريد أن نحصل على database host جيد, طبعا يساوي ايضا هنا نريد ان نحصل على database name, database user والdatabase password. الان سنحصل على هذه المعلومات, لكن مبدئيا دعونا نقوم بcreate the connection with database. وهنا سنكتب connection سيكون new mysqli وفقط هكذا. وهنا نزودها بالارجمنت, اول ارجمنت database host, ثاني ارجمنت database user, الثالث اسمها او لا الثالث password, والرابع اسمها دائما جيد. ايضا من المهم ان نحدد, يمكنك ان تحدد مثلا ان الكونكشن تريد ان يكون UTF-8, يمكن ان تكتب set character set UTF-8 حتى تحدد, لاننا سنكتب اللغة العربية. طبعا اذا كان هنالك خطا بالكونكشن, اذا اف كونكشن كان فيه كونكت ايرور جيد, فنحن سنقول ان اخرج من السكريبت, اقتل هذا التنفيذ, وسنكتب database connection failed, ثم سنضع هذا الخطا ما هو. طبعا بعد قليل ساخبركم يعني في حاله انك لا يعني لديك مشكلة مع هذا الموضوع سأخبركم كيف نفهمه سويا جيد. إذن هذا بالنسبة نعم نريد الوصل مع قاعدة البيانات هذه. حتى نصل مع قاعدة البيانات نحتاج اسم هذه القاعدة المكتوب هنا, سأنسخه. إذن هذا هو, أين هو؟ هذا هو. إذن هذا اسمها, ننتبه إذا لم يوجد فراغات. ونحتاج ماذا؟ نحتاج
يوزر لها. طبعا ما هو اليوزر، نحن لا ننشئ يوزر، يمكن أن ننشئ يوزر هنا ب privileges، هنا يمكن أن ننشئ يوزر بدل add new user account، واسمه مثلا يمكن أن تسميه اسمك أو root أو هذا نسميه اسم التطبيق مثلا داشبورد، أو تسميه مثلا نورس، أعتقد هنالك اسم اسمه نورس هنا، فنسميه مثلا ماذا؟ نسميه مثلا next.js project، هذا اسمه، أو next.js مثلا team، هذا يمكن أن تسميه أي شيء يعني لا تفكر كثيرا. بالنسبة للباسورد سنضع مبدئيا واحد واحد، هي ضعيفة لكن ماذا عسانا أن نفعل الآن؟ نحن نتدرب ويمكن أن تغيرها أنت لاحقا. بالنسبة للبريفليجز الخاصة بهذا الحساب، أنا أريد أن يكون له علاقة بالديتا، select, insert, update, delete. بالنسبة لcreate, drop، هل نريد أن يحذف؟ فعليا لا. هل تريد أن يقوم بإنشاء جدول، بإنشاء كذا؟ هذا السكريبت هل سينشئ جدول؟ إذا كان سينشئ جدول يمكن أن تضيف له هذه الصلاحيات، إذا لم يكن يريد فلا داعي. فالفكرة أن أنت تضيق دائما المواضيع، لا تفتحها بشكل مباشر، لا تفتحها بشكل واسع دون تفكير. الفكرة أنك دائما تقوم بالتضييق. أعتقد أن نحن فقط نريد أن select, insert, update, delete. أوكي go، جيد، فإذن حصل الموضوع. فإذن الآن يمكن أن نذهب إلى هنا، نكتب أن الداتابيس كذا، والباسورد واحد واحد واحد. بقي لدينا الداتابيس هوست. لاحظوا أن الداتابيس هوست عادة هو لوكال هوست، هنا يمكن أن تكتب لوكال هوست، أنت في حالتك ستكتب لوكال هوست، لكن فعليا أنا في حالتي ليس لوكال هوست، يعني في حالتي أنا الحالية هو ليس لوكال هوست، لكن أنت تكتب لوكال هوست. فسنجرب معها. فإذا هذا هو، وقمنا بالقيام فعليا بتواصل مع قاعدة البيانات. فإذا لنرى، نلاحظ يقول لي أن MySQLite invalid character set was provided. أي سطر؟ ربما ليس هذا. إذن لنرى ما الشيء الذي أنا كتبته فعليا هنا، ربما كتبت شيء لا أعرف من أين جاء كتبته. نعم وجدت هذه داش، أنا كتبت هنا UTF-8 داش، هي بدون داش. إذن أعتقد نجحت العملية. سنكتب هنا مثلا echo hi مثلا، إذا كان هناك خطأ غير ذلك مثلا echo مثلا hello، وعلى الأغلب سيستمر هذا الخطأ بسبب التثبيت الذي لدي والذي أنا نسيت قصته. طبعا هلو نجحت العملية، يعني فعليا نجحت العملية، يعني أن لم يكن هنالك خطأ، لأن لو كان هنالك خطأ كان فعليا أظهر هذا الخطأ. طيب مرة أخرى أريد فقط إضافة خطأ هنا، جيد، وأرى النتيجة. فإذا خطأ، أخطأت بالباسورد وظهر لي خطأ يقول لي exception access denied for user كذا على الباسورد. نعم تم إضافة باسورد لكنها خاطئة. فإذا هذا الخطأ أيضا نتعلم منه شيء، أن إذا أدخلت credentials أو أدخلت صلاحيات أو كلمة مرور أو اسم قاعدة بيانات خطأ، ستظهر لك هذه المشكلة. أي خطأ بهذه الأشياء سيظهر خطأ. فإذا ممتاز، فأنا استطعت أن أصل مع قاعدة البيانات. الخطوة القادمة أنا نريد فعليا أن نقوم بكرييت، أنا كتبت 1 API point، أقصد نقطة API فيها أقوم بعرض كل الارتكل، بمعنى آخر أريد الدخول لهذا الجدول. أين هو؟ أين هو؟ أين نحن الآن؟ أين نحن الآن؟ هذه قاعدة بيانات، فأنا أريد قاعدة بيانات التي أنشأناها، أين ذهبت؟ هذه هي. فإذا نريد الدخول للNextJS article، نريد أن نظهر هذا بدلا من PHP ما يضمن، نريد أن نظهره في تطبيقنا، ولكن قبل أن في تطبيقنا نريد إظهاره هنا على هذه الصفحة، ليس في صفحة الconfiguration، لكن في صفحة الABI. نريد إنشاء هنا ABI يدخلنا للارتكلز، كل الارتكلز. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل توافقون؟ ما رأيكم بهذه الفكرة؟ فإذا لنستمر ماذا نفعل؟ فلنبدأ.
لنبدأ بموضوعنا الجميل. فبالنسبة هذا هو التواصل مع قاعدة البيانات. أنا أريد أن أقوم بإنشاء مجلد اسمه API, Make Directory API. جيد. وبداخله بداية نبدأ بإندكس, وكما اتفقنا نكتب nothing here, هذا فقط للحماية, نكتب nothing here أو أي جملة. وهنا سنقوم بإضافة نقاط API معينة. مثلا بداية النقطة الأولى هي نقطة الارتكلز. نقطة الارتكلز, فنقطة الارتكلز برأيكم هذا هو السكريبت. يعني إذا ذهبنا إلى الآن من هنا, ذهبنا إلى API, قال nothing found, أنا لم يوجد هذا الملف. الآن يوجد API, عفوا البورد ذهب. الآن يوجد هذا المجلد لكن صفحة فارغة, لم أظهر أي شيء. الآن هنا أريد أن أقوم بالدخول لملف هنا اسمه articles.php. فحتى أقوم بالدخول إليه يجب أن أنشئه بداية. فبالتالي هنا سأقوم بإنشاء articles.php. طبعا هو ملف php. بداية نريد أن نقوم بجلب الكونكشن من بجلب الكونكشن الذي قمنا بإنشائه, صحيح؟ فإذا الآن سنقوم بإنشاء هذا الكونكشن. فكيف ذلك؟ بكل بساطة سنكتب include once أو require once فعليا, لكن لا مشكلة, include database configuration. جيد. وinclude ماذا اسمه؟ database config, ماذا كان اسمه؟ نسيت أنا. database config.php وفقط. ونكتب هنا echo articles أو article, لا مشكلة. فإذا الآن لو قمت بالتحديث article نجحنا, ممتاز. لو كان هناك خطأ بالاتصال بقاعدة البيانات كان سيظهر لنا هنا أيضا. لاحظوا أن هنا قمنا include once, فقط للتوضيح include once أن قمنا ب include الملف الذي أنشأناه الموجود في مسار واحد للأعلى, هذا يعني النقطتين, واسمه database config, عفوا. فلنستمر. فالفكرة هنا الآن سنريد أن نكتب شيء هنا, أن ليس هنا, نريد أن نكتب هنا أن نريد الحصول على الميثود التي يطلبها الزائر. نحن نعرف أن ب HTTP هنالك لدينا get, لدينا post, delete وupdate. فبالتالي هنا نحن نحتاج أن نقوم ب دقيقة. فبالتالي هنا نحتاج أن نجذب الميثود حتى نعرف كيف نتعامل معها. فإذا لو نكتب هنا HTTP method, وهنا سنضعها ب variable, وسنجلبها من الـ global variable server. server سيكون array, وسنأخذ منها الـ request method. الآن بدلا من echo للـ article يمكن أن نقوم بإيكو للـ method. طبعا بالمتصفح الـ method الافتراضية هي get, ممتاز. التطبيق يعمل لهذه اللحظة, تطبيقي يعمل. فالآن سأكتب شيء. فإذا كانت if, شيء بسيط جدا, إذا كانت الميثود تساوي get, وهي تساوي get فعليا, فسنكتب هنا echo hi أو who, hi أو who, hi. فممتاز, عفوا. نعود لموضوعنا. فالآن أصبحت لدينا هذا. فإذا الآن يجب أن نقوم بطلب لقاعدة البيانات. لاحظوا الآن أصبح لدينا الconnection موجود, connection قاعدة البيانات موجود, لأننا قمنا ب ماذا؟ قمنا ب include once لل database config. فإذا الآن يمكن أن نكتب التالي, أن نريد أن نقوم بإنشاء query. يمكن أن تكتب query, والquery بكل بساطة تضعه الquery يعني بإشارتي اقتباس. طبعا للتوضيح, أنا ذهبنا إلى قاعدة البيانات هنا وقمت أنا بماذا؟ أين هو؟ ذهبت إلى SQL وقلت أن أريد select, كتبت أمر مثلا select all from اسم التابل الذي لدي هو ماذا اسم التابل؟ اسمه nx underscore articles. جيد. وقمت بgo, أين go؟ go. ستظهر لي كل قواعد بيانات, صحيح؟ فإذا نطبقه, إذا سأنسخه من هنا
وأضعه هنا. دعينا. جميل جدا. الشيء الذي أريد أن أقوله أيضا أن كل شيء تمام جيد. فإذا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أن هنا طالما تسمى الكونكشن لقاعدة البيانات فأنا لدي variable اسمه connection، وطالما include هنا فconnection لدي صلاحية الدخول له. طالما include كأن ملف الـ database config موجود هنا، كأن أتخيل أنه موجود هنا طالما أنا قمت بإنشاء بانكلود له بتضميره يعني، فبالتالي هو موجود هنا فيمكن أنا أن أقوم باستخدامه. فالآن الشيء الذي سأقوم به سأكتب result، ومن الكونكشن سأخذ سأقوم بإنشاء كويري، وهذا الكويري هو الكويري. يمكن أن تكتب هنا بدلا من كويري مثلا SQL كويري حتى يعني لا تضيع معك الأمور، فمثلا SQL كويري. هذه الإشارة هذا للذي لا يعرف PHP والذي يتابع من جافا سكريبت، هذا نفسها فكرة الدوت access dot. عندما نقول أن لدينا هنا object بجافا سكريبت، الآن جافا سكريبت انتباه، الآن جافا سكريبت إذا كان لدينا object وهكذا، وهذه الobject مثلا فيها key وvalue، مثلا فيها name مثلا نورس مثلا، فأنا يمكن أن أدخل أن أقوم بالدخول أو الحصول على الاسم نورس من خلال كتابة object dot name. هذه الإشارة هذا هي نفس فكرة هذه الدوت بجافا سكريبت. جيد، فهذا هو بالنسبة للريزلت. الآن يمكن أن نكتب، لا أعرف إذا سنحصل على نتيجة أو لا، ولكن دعونا نرى. سأقوم print result. فإذا هنالك لاحظوا حصلنا على print underscore r. إذا كانت لدينا array فإنها تقوم بعرض الarray بهذا الشكل. لاحظوا يقول أن الـ current field 0 أو أكبر من 0، عفوا 0 0 ليس أكبر من 0، الـ current field 0 هذا مثل مرة أخرى، هذا مثل object بجافا سكريبت، وهذه مثل النقطتين الرئيسيتين بجافا سكريبت إذا كنت أنت تتابع من جافا سكريبت. فإذا هذا الـ current field 0، الـ field count 7، والـ field count 7 لاحظوا لدينا 7 كلهم هنا، 1 2 3 4 5 6 7 7 كولوم، و number of rows 2. لاحظوا number of rows 2 صحيح، هل توافقون هذا الموضوع؟ فاذا الان انا اريد ان اقول اذا كان number of rows اكبر من 0 فهذا يعني انا لدي نتيجه، غير ذلك هذا لا يعني، يعني انا ليس لدي نتيجه. فبالتالي هنا ساكتب result. طبعا مرة أخرى result فكر بها كobject، هي اسمها associative array ب PHP، لكن دعوني أفكر كشخص جاء من جافا سكريبت، دعوني أفكر بها كobject. فأنا أريد دخول لي numbers أكبر من zero. إذا كان أكبر من zero فهذا يعني ممتاز، هذا يعني ممتاز أن لديك نتائج. إذا لم يكن أكبر من zero فهذا يعني أنه إما يساوي 0 أو أصغر من 0، لا يمكن أن يكون أصغر من 0 يعني 0 يعني. فبالتالي سأكتب echo. لاحظوا سأرسل الآن استجابة JSON لأني أنا أريد تحويل هذا لـ API، أستطيع أن أطلبه من أي من Next.js، وبالتالي حتى أقوم بذلك يجب أن أرسل JSON. تتبع كورس JSON في قناتي اسمه إذا كنت لا تعرف JSON. إذن هنا JSON encode، وهنا سنقوم بإرسال array، وهذه الarray سنرسل فيها message وسنكتب بها no articles found، أو there is no article أو no articles found، فعليا لا يوجد articles في database. جيد، غير ذلك هنا أريد أن أرسل له JSON response في هذه articles، لكن كيف أقوم بذلك؟ فبكل بساطة سأكتب، أريد فعليا الدوران حول هذه الروز الذي لدي، فإذن الرو سيساوي لدي الريزلت. سأأخذ هنا لدينا ميثود. جيد، وهنا دعونا نقوم بماذا؟ ببرنت لهذا الرو. ما رأيكم نقوم ببرنت له؟ لا أعرف فعليا، دعونا نجرب ببرنت له وثم أتوقف قليلا. إذن نعم برنت له. لاحظوا
جاء هذا الرو لدي. ما هذا الرو؟ إذا كنت تفكر معي وتتابع ما هذا الرو، بكل بساطة هو array. كل رو هو عبارة عن array. يعني إذا كتبت هكذا echo سأفصل كل رو بنقاط، والآن هذه هي النقاط. إذن أول رو هو عبارة عن array التي فيها id title، والثاني هي الارتكل الثانية. فإذن ممتاز. فإذن كل رو هو عبارة عن array. فأنا يمكن أن ماذا أن أفعل؟ أن في الأعلى هنا أن أقوم بإنشاء constant، هنا أكتب array فارغة، وهنا هذه الأري الفارغة أضيف لها ماذا؟ أضيف لها هذا الرو. وبالنهاية بعد الوايل، بعد الانتهاء من اللوب، ماذا أفعل؟ أرسل جيسون إنكود، أرسل response جيسون، وأكتب بها أني أريد أن ترسل الارتكلز. نعم، هل هنالك خطأ؟ فإذا لنرى النتيجة. طبعا ما الشيء الذي حصل؟ لاحظوا ظهر معي بهذا الشكل جيسون response بهذا الشكل، لم تظهر لي مباشرة. نحن قمنا بإرسال كل شيء، قمنا بالتواصل مع قاعدة البيانات، لكن نسينا بالتواصل مع قاعدة البيانات هنا. طبعا يفترض أن لا نضف نقوم بإضافة ذلك بملف قاعدة البيانات، ربما ملف آخر يعني، لكن ربما نكتب هنا headers. والheaders التي يجب أن نضيفها هنا أن نقول أن نحن نرسل فعليا، نحن نرسل ماذا؟ نحن نرسل جيسون، لأننا فعليا نرسل جيسون، فنحن نريد أن نقول له أوكي نحن نرسل لك جيسون للمتصفح، لأن هذا سكريبت البي اتش بي التي لدي، الذي هذا سكريبت البي اتش بي الذي لدينا هو السيرفر فعليا في حالتنا، والمتصفح هنا المتصفح هنا هو الكلاينت. فبالتالي هذا هو فعليا جاء بجيسون. ممتاز ممتاز جدا جدا جدا. أن أصبح لدينا هنا نقطة API يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js. لاحظوا، دعوني أكتب الملاحظات، نكتب الملاحظات، ما رأيكم؟ فإذا هنا لاحظوا من جهة ال PHP ما هو الشيء الذي لدينا؟ تبقى لدينا Get Single Article، جيد. بالنسبة لجدول الارتكلز، نحن لم نصل بعد لجدول اليوزر، فلن get single article، get post an article، delete an article، update an article. هذا بالنسبة لليوزر، وبالنسبة للارتكل. وبالنسبة لليوزر فعلينا get user، لا نريد list user، لا يهمنا list user. يمكن أن تهمنا من ناحية إذا كان لدينا super user يريد أن يرى كل users، لكن لا يهمنا حاليا، ليس لدينا هذه functionality. get user واحد حتى نحصل على حسابه، وفقط get user تشمل إضافة بيانات get user. نعم، وأعتقد نحتاج أيضا أن نضيف هنا مرة أخرى اللوجن واللوجاوت. إذن هذه هي نقاط الـ API لدينا بهذا التطبيق. فممتاز. وثم طبعا هذه الباك اند، ثم علينا تغيير change all API points او all API callings in Next.js. سيكون موضوع سهل جدا طالما لدينا النقاط جاهزة بتطبيق PHP. واضح؟ فأنا أفكر أن نستخدم هذا get single article وثم نكمل. فإذا لنقم بذلك get single article، جيد. فلنبدأ فنرى فعليا أين سنذهب. هنا، جيد، هنا هذا الملف الارتكلز، نريد إنشاء ملف آخر نفسه فعليا لكن للsingle article. أو يمكن، لاحظوا، يمكن نفسه كون الميثود هي get، فأنا أريد فعليا لو جاء لدي هنا مثلا get articles، وثم لدينا هكذا ID يساوي واحد، عندما يأتي الطلب هكذا أنا أريد أن يجلب لي واحد أو اثنين، يعني الارتكل واحد أو الارتكل اثنين. فبالتالي يمكن أن أعدل على الموضوع نفسه، أنه يمكن أن أعدل على هذا هنا مثلا، أكتب، يمكن أن أنشئ function، لا أعرف فعليا،
أو نفسه هنا أن نكتب إذا كان نكتب if is set is it get من get نريد أن نحصل على عفوا من get نريد أن نحصل على ال ID إذا كان set فإذا فعليا نريد أن نحصل على هذا ال ID وهذا ال ID سيكون هو عبارة عن ماذا؟ سيكون أو دعونا لا نكتب ID نكتب article ID جيد وسيكون هو عبارة عن ماذا؟ عن هذه القيمة الموجودة هنا صحيح طبعا هنا أيضا يمكن أن يأتي validation ويأتي أن تتأكد أن هذا ID و هذه الأمور لكن أنا سأقوم بالتجاوز عنها هنا يمكن أن نكتب ال SQL query الذي لديه وهذا ال SQL query سيكون هو عبارة عن ماذا؟ لنرى ذهبنا إلى هنا قم بـ edit inline فأنا أريد كل شيء من هذا الجدول where id equal 1 من go فنلاحظ ضغط هاي فإذن هذا فعليا الأمر الذي أنا أحتاجه فإذن هو نفسه القديم نفسه هذا نفسه لكن مع تعديلات والتعديل هو أن نكتب where id equal to article id ممتاز فإذن هذا هو الكويري فبالتالي الريزلت ستكون هي عبارة عن الكونكت الحصول على الكويري أو كويري لهذا من هذا الكونكشن نريد كويري الاستعلام عن ماذا؟ عن هذا الكويري الذي أنا أنشأته قبل قليل الذي اسمه ماذا؟ اسمه SQL query واضح؟ طيب مرة أخرى سنتساءل معا إذا كانت هذه الريزلت فيها استجابة تساوي واحد مثلا أو أكبر من زيرو نحن نحتاج واحد فعليا إذا كانت تساوي واحد فبالتالي نحن نريد أن نضع أن الارتيكل هي عبارة عن الريزلت ونحن نريد فعلا لفتش لهذه الريزلت جيد مع الكولوم مع كل شيء فإذا الآن الشيء الذي سنكتبه أن هذه الارتيكل ها هي حصلنا عليها فإذا قمت أنا ببرنت مثلا داش آر آرتيكل لأرى النتيجة وأيضا أريد أن إكزت أم ريتيرن تحديث فإذا لاحظوا هنالك مشكلة يقول أن أنك قلتي أنك ترسلين جيسون ولكن أنت لم ترسلي جيسون نعم أنا لم أرسل جيسون صحيح وبالتالي هنا الإكزت ريتيرن بقيت لكن هنا يجب أن أكتب إيكو جيسون إنكود للارتيكل اذا لنرى هل سيسترد هذه الارتيكل نعم استرد هذه الارتيكل انا سعيده جدا بهذه النتيجه اذا الان 2 ظهرت 2 1 ظهرت 1 جيد طيب ماذا لو مثلا كانت 0 مثلا سيسترد كل الارتيكلز دعونا نراجع اللوجيك الذي لدينا هذا اللوجيك الجميل دعونا نراجعه سويه هذا اللوجيك ان اذا كانت الميثود جيت هذا جيد إما أن تريد كل الارتيكلز إما أن تريد ارتيكل واحدة يعني واضح إذا أدخلت query فيه ID فهذا يعني أنك تريد ID ارتيكل واحدة التي لها ID كذا إذا كان هذا ID موجود فقم بعرض الارتيكل أو استرجع الارتيكل إذا لم يكن موجود فاسترجع كل الارتيكلز جيد لا أعرف إذا كان هذا الفكر سليم نوعا ما أن إذا أدخل ID غير موجود يفترض أن نقول له إذا كان ID غير موجود أن عذرا أن هذه الارتيكل غير موجودة يمكن أن نكتب شيء كهذا ما رأيكم دعنا نجرب يعني لدينا كل الوقت أنا دائما أقول أنا لديك كل الوقت لا داعي العجلة لماذا العجلة يعني لا أفهم فإذا else يمكن أن أضيف مسج هنا و لا أريد إرسال الارتيكل فعليا أريد إرسال هذه المسج فإذن هنا no article found فإذن ويجب أن أكتب exit أيضا أو return فإذن أوكي لاحظوا no article found طيب ماذا لو أنا لم أدخل أي شيء استعاد لي كل الارتيكل ماذا لو أدخلت ID يساوي 1 ممتاز ID يساوي 100 لا يوجد لدي 100 not found براب جيد جدا ممتاز فممتاز جدا فعليا في هذا الملف في هذا الملف أين نحن الآن في هذا الملف نفسه الارتيكل يمكن أن نقوم بإنتاج يعني بمراعاة الجت
والابديت وايضا الديليت في هذا الملف نفسه. بالسؤال اذا كانت الميثود جيت، طبعا لاحظوا هذه الميثود هي جيت، مجرد ان الميثود هي جيت فانا اريد هنا ايضا ريتيرن. انتهينا. اذا كانت ريتيرن، اذا كانت هذه الميثود هي هذه الميثود هي جيت، انتهينا، قم بتنفيذ كل اللي داخل الفانكشن هنا وريتيرن، انتهينا. او اكزت، اعتقد اكزت سنكتب اكزت هنا، اكزت لاننا نريد الخروج من الملف ولا نريد التنفيذ اكثر من هذا. فدعوني اقوم بجوجل بسيط حتى استرجع PHP exit versus return. طبعا return اعتقد هي نفسها بالفانكشن، انك تغلق الفانكشن، اما exit فexit الملف كامل. فاذا لاحظوا هذا هو يسأل نفس الفكرة، يسأل هذا السؤال، يقول من افضل ان exit ام return. I would tend to go with return. دعونا نذهب exit، نقرأ عنها لان فعلا اريد المعرفة عن هذا الموضوع. فاذا exit تقوم ب terminate the current script، فهذا ممتاز، يعني terminate الملف و out ويمكن أن تعرض لك message. هذه موجودة بكل ال versions لل PHP، أعتقد جيد. طيب ماذا عن return؟ return أعتقد بداخل function واحد، فهذا return control ما هذا؟ لا أعتقد هذا له معنى بالنسبة لي حاليا. نعم لاحظوا يقول return تغلق تنفيذ السكريبت الحالي، أما exit فتوقف كل التنفيذ. ماذا يعني ذلك؟ انظر للمثال، يقول لك أن إذا كان لديك هذا الملف الذي includes ملف B echo A، هذا ملف A وهذا ملف B، ملف A يعرض A وملف B يعرض B. ف هذا إذا قمت أنت بعرض ملف B، أنت قمت ب B و B فيها return. إذا قمت بتنفيذ ملف، لاحظوا ملف A فيه ملف B، إذا قمت أنت بتنفيذ ملف A فسيتم عرض ملف B، تم الانتهاء من هذا السكريبت وثم سيتم تنفيذ A. أما لو كتبت exit فسيتم تنفيذ B وينتهي من الموضوع كله. إذا exit يعني يبدو أن exit تنهي المواضيع تماما، exit تنهي كل شيء، يعني كل السكريبت كامل تنهيه exit. أما return فتنهي السكريبت الحالي. يعني أعتقد أنا فعليا ماذا أريد؟ أنا فعليا أريد إنهاء كل السكريبت، لا أريد تنفيذ يعني further أو أبعد من الموجود. فقط يعني إذا جاء طلب get، إذا كانت get قم بتنفيذ الطلبات الموجودة الخاصة بget واخرج من التنفيذ ككل. جيد، واخرج من التنفيذ ككل، لا أريد أن تقرأ أصلا ما بعد هذا. فأنا أعتقد أن exit مناسبة بالنسبة لي، وحتى return أيضا مناسبة نفس الفكرة. لكن أنا فعليا إذا كانت الميثود ليست get فلن يقرأ كل هذا، سينتقل لهذا. هنا أريد أن أقول إذا كانت الميثود تساوي post فأنا أريد هنا مثلا أن يكون شيء وثم أيضا exit، لأني لا أريد أن يرى أبعد من ذلك. وإذا كانت الميثود هي delete نفس الفكرة، طبعا delete والميثود الأخيرة هي put، يعني put يعني update، جيد هكذا. فإذا هنا هذا سيكون get an article وهذا سيكون post an article وهذا سيكون delete an article وهذا سيكون update an article. بخصوص الميثود الأخرى بالنسبة للـ API التي هي update و put و delete، لا يمكن أن تدخل إليها من خلال المتصفح، لا يمكن أن تدخل إليها من هنا، فعليك أن تدخل إليها من عليك أن تدخل إليها من أين؟ من مثلا من تطبيق آخر مثل البوستمان. فإذا دعوني أريكم بالنسبة للمتصفح، بالمتصفح مثلا هذه التطبيقات أين تقوم بتنزيلها لتستخدمها، خاصة إذا كنت تستخدم الـ API.
فاذا كنت تستخدم اي بي اي مختلف، ان كان بي بي اتش بي، ان كان باكسبرس، ان كان باي شيء، ان كان بووردبريس، فهذا شيء مفيد. فاذا هذا هو التطبيق الذي لدينا. طبعا تطبيق بوستمان، ها هو، او برنامج بوستمان تقوم بتنزيله واستخدامه. انا لدي هذا البرنامج، استخدمته من قبل، لكن حاليا انا استخدم برنامج اخر لارى ما اسمه، ها هو، دعوني افتحه حتى اريكم البرنامج، يتم فتحه الان. فبرنامج اخر نفس الفكره يساعدك على طلب نقاط الاي بي اي المختلفه في نرى يفتح الان هو. كان يجب ان اسمي بث اليوم، ماذا اسميه؟ طبعا نحن قمنا باستخدامه مسبقا بتطبيق نت جي اس. طيب، فاذا هذا هو. فبكل بساطه يمكنك طلب نقاط معينه من هنا، ومن خلال هذا الطلب، طبعا نحن جربنا هذا مع نت جي اس نفس البرنامج. ايضا يمكنكم تثبيت بوستمان، سهل نفس الفكره، تقومون بتحديد الميثود، يعني ميثود الطلب من هنا، مثلا بوست، لدينا بوت، لدينا ديليت، لدينا جيت. جيت يمكنك ان تطوع متصفح، لكن باقي الطلبات لا يمكنك ذلك. فاذا عليك ان ماذا؟ عليك ان تستخدم برنامج مثل هذا. فانت تختار اما هذا البرنامج، دعوني اريكم صفحته على الانترنت، وها هو، هذا هو، لا ليس هذا. فاذا جاءني الكونديشن الطبي لهذا الموضوع، اذا اي بي اي، فاذا ها هو. فاذا هذا البرنامج، هذا هو الرابط، يمكنكم تثبيته مجاني او تثبتوا هذا او هذا او هذا، انت تختار، وتقوم لاختبار نقاط الاي بي اي الخاصة بك. انا بالنسبة لي احب هذا، لان يمكنني بكل بساطة ان مثلا اقول ان نيو ريكويست، ها هو، والاجمل ان يمكنني ان اقوم باعادة تسميته. انا هذا الشيء يعني افضله، لانني اقوم بطلبات كثيرة، فيمكن ان اكتب هنا ان مثلا هذا الطلب بوست، او هذا الطلب جيت جيت articles from PHP script ورينيم. الآن هنا الميثود التي اخترت هي get، والآن يمكن أن أضع الطلب من هنا. سأنسخ هذا وأضعه هنا، فمن sent، لاحظوا جاءت هذا. يمكن أن أضيف هنا أيضا أن ال ID أريده مثلا واحد، ما الشيء الذي كتبه، عفوا، واحد. فالآن سيجلب لي الارتيكل الأولى، جيد، كل معلومات الارتيكلز الأولى. فهذا ممتاز، جميل جدا. الآن إذا أردت مثلا إنشاء HTTP request آخر، فيمكن أن أكتب هنا rename، فهذا post article to PHP script مثلا، لا أعرف، كتبتها كلها capital letter. فهذا هذا هو، أين ذهب، فهكذا، جيد. فهذا هنا يمكن أن أكتب post وأقوم بالطلب لهذه النقطة. فنحن نريد الآن ببوست ريكويست. لاحظوا ببوست ريكويست نحن ايضا نريد ان نقوم بتقديم لهذه الارتيكل، تقديم لهذه النقطه، نريد تقديم لها التايتل، الديسكريبشن، الكونتنت، الاثر اي دي والامور هذه. طبعا بالنسبه للاثر اي دي يمكن ان تفكر بها، يجب ان ربما تقول انا يجب ان ادخل الي ان احصل عليها من الشخص المسجل الدخول فنفسه، لكن هذا أعتقد معقد أكثر من الطريقة التي سنتعامل بها حالياً. نحن نحاول تبسيط الأمور يعني بشكل كبير، فسنقوم ببناء الهيكل وثم سنقوم بالتحسين شيئاً فشيئاً. فبالنسبة للdata، get data، data ستكون هي data json، فيمكن أن نحصل عليها بهذه الطريقة، data json decode، لأنني أنا سأرسل json من هنا من البادي جيسون. هنا يجب أن أرسل جيسون. لاحظوا جيسون أنا تحدثت عنه في وقت سابق، هذا الموضوع هل يظهر هذا على الشاشة؟
لا أعرف إذا لنرى. فإذا أعتقد نعم. فإذا جيسون أنا تحدثت عنه مرة مسبقة أن يجب أن يكون كيرلي براكتس، يجب أن تكتب كل شيء دبل كوتيشن، يعني شرطي اقتباس، شارط اقتباس مزدوجة. وهنا مثلا سنكتب مقالة هنا من التجربة مثلا، و جيد. فإذا هنا أيضا description، سأكتب description باللغة الإنجليزية، nice description، content. و لا أعرف إذا كانت الصورة واضحة. نعم واضحة. فنستمر. ف content سيكون content here، author ID مثلا واحد، و category. طبعا لا داعي إدخال كل الحقول فعليا، لكن أنا سأدخلها كلها. مثلا tech يعني technology، و keywords مثلا keywords مثلا بيجب مثلا. فإذا هذه هي عبارة عن JSON object، فبالتالي أنا عندما أذهب لـ PHP هنا أنا سأستقبل JSON. عندما أنا أرسل JSON فأنا قلت أن عفوا، عندما أنا أرسل JSON فأنا ماذا قلت؟ قلت JSON encode يعني قم بتحويلها لـ JSON. لكن عندما أنا أستقبل JSON فعليه فك هذا الشيء JSON decode. فمن هذه هي الطريقة لأخذ المحتويات من الانبوت. فإذا file get content من الانبوت الخاص ب PHP، وربما نقرأ عن هذه الطريقة الآن. ففقط نحن من جيسون نريد أن نحصل على البيانات بهذا الشكل. ودعونا مثلا نقول أن فقط مبدئيا نرسل جيسون انبوت ونرسل array ونرسل أو نرسل نرسل array. لا أعرف هل نرسل نفس الداتا؟ لا أعتقد. دعونا نفك الداتا قبل ذلك، دعونا نفك هذه الداتا. فهنا يمكن أن نسأل هل جاءنا title من هذه الداتا؟ هل جاءنا description من هذه الداتا؟ أو يمكن أن نترك الvalidation لوقت آخر، وهذا الشيء الذي سنقوم به. فإذا يمكن أن نكتب هنا، لاحظوا إذا أردت أن أحصل على التايتل، أردت أحصل على التايتل، فالتايتل أحصل عليه من الداتا. الداتا الآن هي عبارة مثل array، هي array. فإذا أحصل على تايتل. هنا أحصل أيضا على description، أيضا content، أيضا author ID، أعتقد اسمه author ID، وأيضا category، وأيضا ماذا؟ keywords. جيد. فإذا هذا كله حصلت عليه. الآن بكل بساطة يمكن أن أخذ هذا وأن أضعه بماذا؟ أن أضعه بأمر SQL. يعني أكتب هنا query SQL يساوي كذا كذا، يعني أمر SQL لإنسيرت هذا. الآن سأريكم. ثم يمكننا بكل بساطة أن نقوم بماذا؟ نقوم بإنسيرت بتنفيذ هذا الأمر، بتنفيذه بكل بساطة. فيمكن أن نكتب مثلا إذا تم تنفيذ أمر query، هذا الكويري الذي سأدخله الآن بعد قليل، إذا تم مرة أخرى، إذا تم إدخاله يعني ونتيجة كانت true، فهذا يعني أن فعليا نحن تمت العملية، تم إضافة record للداتابيس. فهنا يمكن أن أرسل JSON وأكتب encode array. سأرسل message، وهذه المسج سأكتب أن the article أو an article has been added، يعني تم إضافة article. لم يكن نتيجة تنفيذ الأمر true، هذا يعني أن هنالك مشكلة، هذا يعني أن هنالك مشكلة بالتنفيذ. فسأكتب هنا message، سأكتب أن there is error أو an error occurred، وأريد إضافة هذا الـ error بهذا الشكل. طبعا هذا بـ PHP نقطة، هذه النقطة نفسها الـ plus في جافا سكريبت، أنا كيف تقوم بجمع two string. طبعا أنا أكتب هكذا لأن أغلب الأشخاص الذين يتابعوني يعرفون أن نحن نتعامل مع يعرفون جافا سكريبت. فهذا فقط فقط هذا هو، وثم سنقوم بـ exit لأن لا نريد تنفيذ أكثر من هذا. لكن فعليا ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال، ما هو هذا الأمر؟ فبكل بساطة إذا أردت أن تتعلم فعليا، إذا قمت بالنقل على insert هنا وأدخلت مثلا أي شيء، هذا أي شيء، أي شيء مثلا author ID مثلا 5 غير موجود، وهنا أي شيء، وهنا أي شيء،
وقمت بالنقر على كود، لاحظ سيعطيك ال ماذا؟ سيعطيك ال الكوماند، الكوماند الذي او اس كيو ال كويري الذي يجب ان تستخدمه انت في الانسيرت. فيمكن ان تستفيد من هذا فعليا، هذا الشيء يمكن ان تستفيد منه بشكل جيد. فبكل بساطه يمكنك ان تاخذه. طبعا لنرى الارتكلز هنا لدينا، طبعا هنا وضع الاي دي نال بالامر السابق، لاحظوا الامر السابق كتب اي دي نال لكنه ليس نال، قام باوتو انكريمنت له، نحن ادخلنا نال بس لكن هو قام باوتو انكريمنت فادخل هنا 3. فاذا فعليا الاس كيو ال كويري الذي نريد استخدامه هنا هو التالي، والشيء الذي نسخته قبل قليل نفسه. سنقوم بانسيرت انتو، طبعا لاحظوا هذه التك، ربما تتساءل ما هذه التك. هذه التك تستخدم لاسماء، للاسماء التيبلز، يمكنك ان تقوم بمسحها، ليس لها معنى يعني لا اقصد ليس لها معنى، انما معناها انها تقول ان هذا اسم جدول او هذا اسم كولوم، لكن ليست ضروريه يعني، بدونها الامر سيعمل. اذا هنا سابقي التايتل، الديسكربشن، الكاتيجوري، كل شيء، هذه النال سامسحها. لكن فعليا اول شيء هنا سيكون هو التايتل، الثاني ديسكربشن، الثالث الكونتنت، هذه الخمسه هي الاثر اي دي، هذه هي الكيورد، وهذه هي الكاتيجوري. هذه بوست، هذه النقطة، هذه النقطة لا ليست هذه النقطة، فعليا النقطة هي نفسها السابقة، نفسها هذه النقطة، نفس النقطة هذا، لكن الميثود تختلف، الميثود هي بوست. فإذا لنرى، فإذا سند هنالك خطأ، أعتقد لست متأكدة، لكن أنا يفترض مسج هكذا ومسج هكذا. جيد، لنحاول مرة أخرى. فإذا send data json data file get input true. نعم 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 نعم، هذا هو الخطأ. فإذا هذا file json decode file contents، وخذ ال input ثم true. الآن سنقرأ عليه، أتمنى أن لا يوجد خطأ آخر، ربما أنا لم أحفظه بعد التغيير الأخير. نعم لم أحفظه، لاحظوا هذا الخطأ، هذا فعليا من الأخطاء التي تحدث فعليا. إذا الـ article has been added، والآن نريد أن نراها بقاعة البيانات، هذا هو دليل أنها تم إضافتها. أوكي، إذا ها هي مقالة من التجربة، ها هي موجودة، وإذا قمنا أيضا بعرض هذه الـ articles، فإذا هذه هي الـ articles، ها هي العدد يبدأ من الـ 0، فدينا 1 2 3 4 يعني 3 يعني 0 ل 3 لدينا 4 articles. وإذا حاولت أن أحصل على هذه الأرتيكل التي أضفتها بشكل جديد، فإذا ID لها 4، ها هي حضرت، أهلا وسهلا. ربما نقرأ عن هذا الفانكشن كما وعدتكم، فانكشن JSON decode نقرأ عنه، وأيضا file get contents، فإذا نقرأ عنه الآن ولنرى النتيجة، نتيجة البحث الخاص بنا. فإذا بداية JSON decode، فإذا جيسون ديكود الجيسون سترينج، معروف هذا الموضوع. فإذا البراميترز لدينا الجيسون سترينج تحديدا، نحن قمنا بجلبه من فايل كونتنتس، وهل تريد أن تعيد اسوشيتد، فإذا الترو هذا في اللي خصوص الأداي، فحتى نعيد اسوشيتد الأداي، فإذا لذلك أضفنا هنا ترو، هذه الترو نحن أضفناها حتى تعيد لنا associative array، يمكن بمعنى آخر تعيد لنا object بجافا سكريبت، object يمكن من خلالها أن نحصل على النقاط كلها. فمن هذا مفهوم، فمن JSON decode هل تريد associative array true or false، فنحن قلنا true واستخدمناها. ممتاز. فإذا الآن بالنسبة لفايل get contents، فإذا لنرى عن هذا الموضوع، فإذا file get contents، فإذا ها هو file get contents file underscore get underscore contents reads entire file into a string، يعني يقرأ file كامل على أساس أنه string. فإذا هذا هو الفايل، تضيف له الفايل، لكن نحن لم نضف الفايل، نحن قلنا أننا نحن نريد أن نقرأ من PHP input. لا أعرف إذا سيكون هذا لديها، لا أعرف إذا سيكون لديها توثيق هنا، لنحاول PHP input، هل يوجد لديها توثيق؟ لا أعرف.
مخططة، فإذا ليس لديها أي توثيق. نعم، ها هي. فإذا هذه هي، هذا يمكنك أن تدخل في تدخل من خلالها للإنبوت والأوتبوت ستريمز. ممتاز. فإذا يمكنك أن تدخل للستاندرد إنبوت، ستاندرد أوتبوت، ستاندرد إيرور. طبعا الذي يعرف لينوكس يعرف هذه الأمور. ستاندرد إنبوت المكان الذي تدخل به البيانات، ستاندرد أوتبوت مكان خروج البيانات أو مكان ظهور البيانات أو عرض البيانات، والإيرور هو الإيرور الخطأ يعني. بالنسبة للستاندرد إنبوت فنحن قمنا بأخذ البيانات من ستاندرد إنبوت. فإذا من أين جاءتنا البيانات فعلياً؟ فعلياً جاءتنا من هنا من نقاط الـ API من Body Post. فإذا هذا هو اللي كان الستاندرد إنبوت، وبالتالي نحن قمنا بأخذ البادي هذا وضعناه في فايل كونتنتس الذي يقرأ ملف كأنه string، وبالتالي كان الملف الذي لدينا هو الانبوت قام بقراءته ثم حولناه، قمنا لأن النتيجة أصبحت جيسون، فقمنا بديكود لهذا النتيجة جيسون، فقمنا بديكود لها وقمنا بإعادة associative array التي هي فيها كل البيانات التي قمنا بإرسالها من البادي. واضح؟ واضح أم صعب هذه المعلومات؟ هل كانت مفيدة؟ أتمنى ذلك. فإذا الموضوع الثاني الديليت بالنسبة لي هي أسهل نقطة فعليا، يعني الديليت هي أسهل نقطة. لكن قبل الانتقال للديليت فأنا أريد أن أكتب هنا شيء، هنا أريد أن أكتب to do validate input وأيضا sanitize هذه النقطة، وأيضا هنا أو input data أريد أن أكتب data حتى أعرف أنها هي الديتا. هذا التعليق أيضا أريد أن أضيفه هنا. أين هنا عندما جاءتني الارتيكل آي دي أيضا يجب أن أقوم بسينيتايز لها. فعلي هنا validate sanitize query آي دي query يعني article آي دي. جيد، في كل مكان يجب أن تفكر بهذا الموضوع. فإذا نكمل، لاحظوا إذا أردت أن أقوم بupdate لارتيكل فأكيد ستكون لدي الميثود هي بوت ميثود. أيضا يجب أن يكون لدي هنا ID مثلا واحد، أنني أريد أرتيكل واحد أن أقوم بتعديلها، صحيح؟ زائد يجب أن يكون لدي هنا ماذا؟ البادي الذي هو التايتل، الديسكريبشن، الكونتنت إلى آخره. فسأقوم باتباع نفس الطريقة السابقة، ما رأيكم؟ نفس الطريقة السابقة فأقوم بنسخ لصق لأنها نفس الشيء تقريبا نفس الشيء، فسأقوم بنسخ هذا ولصقها هنا. هل تم تغيير أي شيء؟ أحيانا عن طريق الخطأ أقوم بتغيير كل الكيس للملف، يعني يصبح lower case أو upper case وتكون الكاركتر هنا. فإذا update الميثود ستكون bot method، لكن هنا هنالك اختلاف أنني أحتاج الـ ID، وبالتالي هنا سنكتب شيء، نكتب if set ماذا؟ هل هو محدد الـ ID؟ get ID، والمحدد هو الـ query get ID، يعني من هنا هذا هل هو محدد؟ هل هو موجود؟ هل تم إضافته؟ هذا هو السؤال. إذا كانت تم، دعوني أجلب الـ to do. أين هي الـ to do؟ هذا هنا. إذا كانت الارتيكل محددة، الارتيكل ID، بالتالي هنا يجب أن أكتب article ID يساوي ال get ID يساوي هذا، واضح؟ ويجب أن أقوم بvalidate له في المستقبل، يعني أفكر بالمستقبل أن أقوم بvalidate لهذا الموضوع. ثم سأجلب ال get data من الداتا، سأجلبها بهذا الشكل وكذا. الداتا جلبنا الداتا من الانبوت نفس الشيء، لأن حتى لو كنا نريد تعديل نريد أن نجلب الداتا، جلبنا التايتل، جلبنا الديسكريبشن، جلبنا كل شيء. أيضا نريد أن نجلب كل شيء هنا، كل شيء هنا. جيد، بهذا الشكل نريد أن نجلب الـ SQL query، نريد أن نقوم بتطبيق الـ SQL query. إذا كانت نتيجة التطبيق صحيحة فنحن نريد أن هنا article has been edited successfully. إذا لم يكن صحيحا نحن نريد أن نعرض هذا الخطأ إذا كان موجود. لاحظوا أن
فعليا إذا لم يكن هنالك ID فكيف سنقوم بالتعديل؟ ماذا سنقوم بتعديل ماذا؟ فهذا الID هنا إذا كان محدد ممتاز، إذا لم يكن محدد إذا هذه النقطة هنا سأكتب else وسأرسل JSON أيضا. لكن هذه JSON ستكون أن message article not found، إذا هنا سأكتب article not found. طيب article not found وانتهينا. طبعا مجرد أن نقوم بإكزت السكريبت كامل. ممتاز. فأعتقد هذا هو، إذا كانت الـ ID محدد فنحن نقوم بالعملية، لو كان محدد سنقول له أن article not found أو ليس article not found، يجب أن نقول له فعليا عفوا ليس article not found، نريد أن نقول له ID not specified أو أنت not provided، عفوا article ID not provided. جيد ممتاز. Article ID not provided، أما إذا كانت provided فهذا ممتاز. سنقوم بأخذ data، لكن أيضا يمكن أن نقوم بمرة أخرى هنا أن ماذا نفعل مرة أخرى، أن نطلب ID إذا كان موجود أو لا، لا أعرف يعني نطلب هل هذه الارتيكل موجودة أو لا. دعونا نرى النتيجة. مثلا بالنسبة لـ SQL query هنا لا نريد insert into بل نريد update. إذا update الارتيكلز، لكن طريقة الابديت هنا تختلف، الأمر كله يختلف فعليا. فمثلا لنرى دعوني أقوم بمسحه هكذا. جيد، وأذهب لـ phpMyAdmin أطلب المساعدة إذا كانت ستعطيني أم لا. مثلا هذا إذا أردت إدت لها وكتبت شيء هنا شيء هنا شيء هنا شيء هنا هنا شيء وGo، هل ستكتب لي الأمر؟ نعم كتبت لي الأمر update كذا، ثم تكتب set title يساوي كذا description يساوي كذا و ممتاز. لاحظوا النهاية where next articles dot id. طبعا هذا يمكن أن تكتب id بدون next articles يعني بدون أن تحدد، لكن هو يعطيك الأمر بالطريقة يعني perfect. يمكن أن تكتب where id يساوي 3، سقوم بنسخة وجلبه هنا. جيد، فإذا هنا update articles set title هنا title يساوي title المزود، description المزود، الكونتنت المزود، author ID المزود، keywords المزودة والكاتيجوري المزودة. وهذا يمكن أن تحذفها هكذا، تحذفها وتبقي الID، لكن سنبقيها كما هي. لكن الID يجب أن يكون article ID، بس لكن دعوني أتأكد اسمه article ID اسمه letter. فعليا تبقى شيء معين هنا، أن بخصوص الإدت أن الشخص يمكن أن لا يزود التايتل description، يمكن فقط أن يزود التايتل، فقط يريد تعديل التايتل. فبهذه الحالة أنا لا أريد مثلا أن يتم تزويد، فبهذه الحالة لا أريد أن يتم يعني مسح الأشياء السابقة أو لا أعرف كيف سيكون ذلك. لكن دعونا مبدئيا نرى هل سينفع هذا الشيء. الارتيكل الذي أريد تعديلها هي الـ ID لها 3، سنعدلها من هنا، سنختار بوت، سنكتب هنا 3 والبادي هنا سنغيره. فمثلا هنا سأكتب عفوا إذن هنا edited article 3 description، سأضيف فقط 3 هكذا، content here 3، other ID سأضيف 3، كل شيء سأضيف له 3. ثم نستعرض المشكلة إذا نجحنا. طبعا ربما الآن نجد خطأ، لنرى. send article has been added successfully. فإذا لنرى هذا هي title articles، نعم تم التعديل بنجاح. ممتاز. طيب ماذا لو أنا مثلا لم أدخل هذه الأشياء كلها، هذه لم أدخلها، فقط أدخلت التايتل وقلت أن مثلا تايتل هكذا سنت. لاحظوا هنالك خطأ، ظهر لي أخطاء كثيرة وهذا شيء متوقع. لكن لنرى النتيجة هنا بالديتابيس، لاحظوا بالديتابيس لم يتغير شيء وفعليا حدث خطأ. الخطأ أن التايتل هذا غير موجود، لأن الديسكريبشن عفوا تايتل موجود، ديسكريبشن غير موجود، كونتنت غير موجود.
هذا كله غير موجود. فهذا أنا سأقوم بكتابة ملاحظة له. To do if or just edit the fields entered or provided by the user and neglect أو neglect أو forget أو لا أعرف neglect هكذا تكتب neglect نسيت كيف neglect هكذا neglect other fields. يعني فقط قم ب إذا أدخل التايتل فقط عدل التايتل ابق الباقي، إذا أدخل التايتل ديسكريبشن عدل التايتل ديسكريبشن اترك الباقي، كما كان اترك الباقي كما كان بالداتابيس. فإذا ممتاز ممتاز، هل أنتم سعيدين بهذا الإنجاز؟ يعني إنجاز جيد جدا، إنجاز ممتاز فعليا. والآن سنكمل مع الديليت. الديليت أين هو الديليت؟ الديليت لاحظ الديليت نفس الفكرة الآن. طبعا سأجيب على الأسئلة الأخرى بعد الانتهاء من الديليت حتى يكون لدينا إنجاز اليوم فعليا وثم نكمل. فبالنسبة للديليت فبداية نحتاج الجيت وسنختار الاي دي، وإذا كان هنالك اي دي يعني ارتكل اي دي، لأن بالتأكيد أنت تريد أن تحذف تحتاج الاي دي. إذا البث طال جدا، كم الساعة الآن؟ الساعة تقريبا 9 تقريبا يعني. فهنا سنكتب SQL query للديليت، الآن سنكتبه لا مشكلة أيضا هنا لاحظوا فورا سنكتب، إذا لم يكن هنالك لم يزود الـ ID نريد أن نكتب له رسالة، نقول له array message invalid أو ID not provided. طيب لا ننسى السيمي كولون في النهاية، وهذا هو الكويري الآن سنراه. ونفس الفكرة الآن سنكتب إذا كان الكونكشن كويري لـ SQL كويري يساوي ترو فنحن نريد ايكو. مرة ثانية سأقوم بالنسخ والله صدق حتى لا أتعب نفسي، else عفوا هكذا. فإذن إذا كان الكويري صحيح سنكتب the article has been deleted، غير ذلك نفس الفكرة سنقول هنالك error وهذا هو الـ error أو error deleting the article. ويا ترى ما هو هذا الـ error؟ سنأخذ استعانة مع قاعدة البيانات استعانة بالـ error الخاص بها. انتهينا جميل، لكن لم ينتهي بعد لأن يجب أن نكتب هنا الـ SQL query. نفس الشيء سنستعين بماذا؟ سنستعين بـ PHP MyAdmin لفهم هذا الكويري. يمكن أن أكتب delete الآن لكن سأقوم بكوبي لتكرار هذا، فإذا أصبح الآن لدي لاحظوا هذا فأنا أريد حذف هذا، فيمكن أن أكتب هنا delete. هل تريد delete؟ نعم أريد delete. طبعا لم يظهر لي الكويري، نعم ها هو في الأعلى، لا لم يظهره لي للأسف. فإذا دعوني أقوم بكوبي مجددا لأن ربما أظهر لي الكويري بالمربع يعني هنا، فأقوم delete. نعم هذا هو do you want to delete هذا، فإذن كتب لي هنا الكويري. نعم سأنسخ الأمر وأضيفه هنا. لنقرأ الأمر delete from اسم الجدول في مكان الـ ID يساوي ماذا؟ article ID. ممتاز. فإذن الآن أنا فعليا سأقوم بتطبيق delete وعلى 6 عفوا ما هذا عفوا أنا أسف 6 و send. فإذن article has been deleted. لنرى هنا هل تم فعليا حذفها من الباك اند من ال... نعم تم حذفها. الآن سنحذف 3 فإذن ID 3 حذف، نعم تم حذفها. الآن ننظر 3 تم حذفها، ممتاز. طيب ماذا لو كتبنا مثلا 30؟ سيقول لي أيضا article has been added deleted. فإذن هذه مشكلة، هذه مشكلة لأن لا يوجد article بهذا الاسم. جيد، هذه هي فعليا يمكن أن تفكر بها كمشكلة فعليا، ويمكن أن تفكر بها كشيء إيجابي. لماذا؟ لأن مثلا إذا قام شخص مثلا غير لا يعرف الداتابيس، شخص ربما ليس له نوايا جيدة مع الداتابيس، فالشيء الذي سيقوم به مثلا سيحاول مثلا delete article 30 وهي فعليا غير موجودة، يرسل له هنا النتيجة أن فعلا تم حذفها وهي أصلا غير موجودة. وأيضا فكرة أخرى أنها هي غير موجودة، فحتى لو تم حذفها فهي غير موجودة، يعني حذفتها لم تحذفها فهي غير موجودة.
فربما أن نبطي هذا السيناريو، يعني ليس سيناريو سيء إلا إذا كان لديكم فكر آخر يمكنكم أن تخبروني به لاحقا، لكن أفكر أنه ليس شيء جيد أن بهذا السيناريو. لكن السيناريو الآخر هو أن نحذف الآيدي نهائي، يجب أن يرسل له رسالة يقول له ID not provided. هذا السيناريو يعني هذا الشيء يجب أن يكون، لأن بالنهاية نريد أن نرشد اليوزر أن يزود الآيدي حتى يحذف الارتكل. جيد؟ فأعتقد هذا شيء جيد. وأيضا الفكرة الأولى، الفكرة الثانية بهذا الموضوع، أن لا يجب أن نفصل أكثر الكثير عن اليوزر، لا يجب أن نفصل له، لا يجب أن نحدد له المشكلة 100%. أنا أقصد باليوزر لا أقصد اليوزر النهائي أو اليوزر الذي يريد أن يستخدم التطبيق، لا، أنا أقصد باليوزر يعني المستخدم العادي. مثلا هذا API، أنا هذا ليس تطبيق للمستخدم، هذا API، فالمستخدم الـ API سيكون على الأقل هو developer. فأنا لا أريد أن كلما يحدث خطأ ما أن أقول له المشكلة 1 2 3، لا، أنا أريد أن أعطيه رسالة خطأ عامة، general error message أو generic error message عامة حتى لا يحدد الخطأ. وهذا الشيء جزء من الحماية. يعني يمكن أن نبدأ الآن بهذا الموضوع، أن نكتب copy articles PHP ونقوم بـ users PHP نفسه، وثم نفتح ملف users.php. فقط أنا أريد إنشاء كود صغير جدا بسيط جدا، هذا كله البوست الديليت، هذا كله لا أحتاجه. هذا الآن include once، جيد، نأخذ الID، جيد، لكن نحن الآن لا نحتاج الارتكل ID، نحن فعليا نحتاج اليوزر ID لأننا نريد جلب معلومات اليوزر. ويوزر ID الآن يجب أن نقوم بvalidate sanitize. لماذا؟ لليوزر ID نتأكد هو number وليس script وليس شيء ضار. الآن بالنسبة لSQL query سنقوم بselect all from next users where ID يساوي user ID. جيد، فإذا الآن سنطبق هذا الأمر، إذا حصلنا على نتيجة ممتاز نريد أن نعيد هذا اليوزر، عدا ذلك نريد أن نقول أن لا يوجد يوزر، no user found. وبالنسبة لهذا القسم من السكريبت لا نحتاجه، فإذا exit، فإذا فقط، فإذا هذا هو. فإذا لنجرب العملية لنرى، فإذا هنا سنذهب إلى users وهنا ID 1. طبعا هنالك خطأ، ما هو هذا الخطأ؟ فإذا لنرى، طبعا دائما بنهاية كل شيء يكون هنالك أخطاء كثيرة. هل هو اسمه next user؟ تعالوا أتأكد من اسمه بداية ثم أرى ما هو الخطأ. فاسمه next user صحيح، إذا ما هو الخطأ؟ إذا ID هو user ID، نعم الخطأ users.php ID هو فعليا raw data، نعم undefined user بأي سطر؟ لا يوجد سطر. طبعا undefined variable user، أين وضعت أنا كلمة user؟ نعم هذا، لأن يجب أن نسميها user. هذه من أضرار النسخ واللصق، أنك تنسخ وتلصق شيء ليس له علاقة. نعم جاءني اليوزر، إذن هذا هو الID. إذا قمت أنا بإثنين فإذن الآن ظهر لي إثنين، وإذا كتبت 20 فإذن no user found. فإذن أعتقد انتهينا من موضوع الـ API. صحيح أنا يوجد هنالك يعني نقاط يجب أن نحسنها، مثلا validate sanitize، نقاط بالإدت يجب أن نعدلها، صحيح هذه الأمور، لكن بشكل عام انتهينا من هذا الموضوع. الآن بكل بساطة يمكن أن نطلب هذه الارتيكلز، هذه النقاط، هذه النقاط يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js، هذه يمكن أن نطلبها من تطبيق Next.js هنا. فبدلا أن نعرض هنا المقالات، أين هي المقالات؟ كل المقالات بدلا أن نعرض مقالات هنا من Array، نعرض المقالات الموجودة هنا. كيف نقوم بالطلب نقطة الـ API التي قمنا بتصميمها في السكريبت هنا؟ فالآن Next.js لاحظوا بالمخطط هذا الذي رسمته في أول البث، لدينا هنا Next.js، هذه Next.js طلبت من الـ API الذي قمنا بإنشائه الآن، طلبت
غدا ستطلب أو يوم السبت ستطلب من هذا الشيء، ستطلب البيانات الـ article user، هذا سيطلب من قاعدة البيانات وهذا سيعيدها. طبعا الرسم أعرف ليس جميل لكن هذه هي الفكرة. فإذا أعتقد انتهيت أنا من هذا القسم.